دي الباروتيد جلاند اهي، ودي انفيرتد بيراميد او ويدج شيب محوطه حوالين الاكسترنال اكوستيك ميتس. زي ما احنا شايفين بيبقى ليها سوبرفيشال سيرفيس او لاترال سيرفيس، وده اللي بيبقى عليه الباروتيد ليمف نودز. وبعدين هنا في سوبيرو سيرفيس اللي هي بيحوط حوالين الاكسترنال اوديتوري ميتس، وبعدين في انتروميديال سيرفيس محوط حوالين الريموس اوف ذا ماندبل، وفي من داخل بوستروميديال سيرفيس ان ريليشن للماستويد بروسيس والستايلويد بروسيس. بيسألك او بنلاحظ ان في السوبيرو بارت بتاع الباروتيد من فوق طالع البرانشز بتاع او التمبرال برانشز بتاع الفيشال نيرف، وبعد كده طالع البرانشز التانية بقية البرانشز اللي هي زي جوماتيك والبكال والمانديبولار من الانتيور بوردر، وبعدين السيرفايكال نازل من عند الانتيور اند. من عند الانتيور بوردر بتاع الباروتيد جلاند برضو بلاقي هنا ده الباروتيد داكت. يعني الباروتيد داكت دي بتعدي على الماسيتر بقى لحد الانتيور بوردر بتاع الماسيتر ديبز ميديالي، وبتعمل بيرسنج للبكال بادو فات الباكو فارينجال فاشيا الباكسينيتور ماسل ميوكس ممبرين اوف ذا ماوس اوبوزيت الابر سكند مولار توث. السؤال بتاع الباروتيد جلاند دايما بيسأل على السكريتوري موتور فايبر، ودوت طبعا كلنا عارفين ده بيجي لها من جانجليا اسمها الاوتيك جانجليا طبعا، والاوتيك جانجليا جاي البري جانجليون فايبرز من الليسر بتروزال نيرف، والليسر بتروزال نيرف دوت اللي هو طالع من الجلوس وفارينجال نيرف اللي هو نمر 9 كرينيال نيرف. هنيجي بعد كده السؤال التاني دايما يسألك ايه الاستراكشر اللي جوه الباروتيد جلاند، فبتبقى عارف من بره لجوه في الفيشال نيرف، وبعدين هنا في البوستيرو فيشال فين، وبعدين هنا ده الاكسترنال كاروت ارت. فيشال نيرف اللي بيخش الباروت جراند بيديني البرانشز تمبرال وزيجوماتيك وادي البكال وادي المانديبولار وادي السيرفايكال اللي بيعدي ناحيه الانفيرو انجل، بعد كده البوستيرو فيشال فين اللي اتكون من سوبرفيشال تمبرال فين والماكسيلاري فين، عمل البوستيرو فيشال اتقسم انتيرو ديفيجن وبوستيرو ديفيجن عند الانفيرو انجل، بعدين اخر حاجه بتبقى موجوده ده الاكسترنال كاروتيد ارتري اللي بتقسم سوبرفيشال تمبرال وبتقسم ارتري تاني اسمه ماكزيلاري ارتري، ده سوبرفيشال تمبرال وهنا الماكزيلاري ارتري. طبعا دي الباروتيك دكت ده اهي، ودي اللي بتفتح في الفيستيبول اوف ذا ماوس اوبوزيت الابر سكند مولار توث.